يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، نكمل فقرات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. دكتور، طبعا أنت أشرت قبل شوي في البداية أنه على قدر الألم، لكن سبحان الله مثل المواقف أظهرت الحس الفكاهي عند السعودية. شر البلية ما يضحك طبعا. طيب تبي نشوف شيء من هالمقاطع اللي أبدعوا فيها بصراحة الشباب؟ خلينا نشوف أول مقطع يا شباب. هذا مقطع للشاب يتزلج على الأمواج، المفروض هي رياضة يشكرون أمانة جدا وفرت بيئة خصبة لرياضة ركوب الأمواج. الله يا أخي شرف لي. بس تصدق وأنا أتكلم نسيت نقاط لازم أتكلم عنها. اليوم في عكاظ كاتبين عن الأضرار اللي تسببها السيول، الأمراض، وهذا شيء مهم. قالوا أن نجيب 5 أمراض: حمى الظنك والالتهابات الفيروسية والأمراض البكتيرية وحساسية الجلد والملاريا. هذه نقطة. النقطة الثانية ونسينا والله نبه لها اللي هي مسألة التأمين على السيارات ضد السيول والأمطار. الحقيقة كثير ناس كلموني سياراتهم زحفت وتكسرت والتأمين ما يعوضهم. الشيء الثاني حفلات ألغيت، يعني أمس مثلا كانت روتانا شريك في موضوع حفل سيدتي، ألغي الحفل. الناس اللي جت حفل كاظم الساهر، حفل عباد الجوار، الناس اللي قصدت تذاكر وجت من خارج، هذول من يعوضهم؟ يعني احنا دائما نعوض الأشياء المحسوسة، في أشياء غير محسوسة، الطائرات اللي تأخرت، الرحلات اللي تأخرت، هذه أيضا لازم تراعى في موضوع التعويضات، لأنه هذول الناس مساكين خسروا، واللي حجز قاعة واللي كذا واللي كذا. صحيح. طيب عندنا مقطع ثاني بعد، خلونا نشوفه. برضو شكرا لأمانة جدة توفير بيئة خصبة للجتسكي والقوارب. ترى المقطعين جميلين، هذا بين لك المفارقة بين ثقافة الجنوب في جنوب جدة وثقافة الشمال. يعني واضح المقطع الأول من منطقة الشمال والمنطقة والمقطع. وش اللي يفرق بين شمال وجنوب جدة؟ لا يعني البنية التحتية واضحة، لأن الناس اللي يقول مع السلامة وهذاك معه دباب فخم وذا معه قارب يمكن يزحلق فيه بأي لحظة، قارب ولا طشت ما أدري وش هو. لا أنت كان في حتى يقول خزان العادة هو اللي يحمل الماء ويضع فيه. نعم. في واحد كان راكب فوق خزان وقاعد يعني يمارس كنه قارب هذا يعني الخزان حق المويه.